المجلس الجديد تشكيلته تنوع المجلس الجديد. اولا انا بحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ونعمه على مصر، لان هو تم بتشكيل هذا المجلس تم استكمال اركان الديمقراطيه واركان الدوله كلها باستكمال تكوين المجلس بغرفتيه الشعب والشورى. ثانيا كما نعلم ان المجلس يضم جميع اطياف الشعب حقيقه، وبيضم عدد كثير من الاحزاب، يمكن ده ويضم العديد من الكفاءات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وكل الشهادات العلميه والتخصصات المختلفه، ودي يخليه قادر هو يتصدى لكافه مشكلات المجتمع. نحن في حاجه الى مجلس بغرفتيه ليساهم في بناء مصر ومواجهه التحديات المختلفه اللي بتواجهها. مصر بتواجه تحديات متعدده وتتطلب كلنا نتكاتف ونتآزر عشان نواجه هذه التحديات عشان نبني بلد. ابرز هذه التحديات كما تعلمي طبعا تحديات الاول تحديات كورونا، ثم تحدي الاقتصادي، ثم تحديات السكان، ثم تحديات يساهم في بناء مصر ومواجهه التحديات المختلفه اللي بتواجهها. مصر بتواجه تحديات متعدده وتتطلب كلنا نتكاتف ونتآزر عشان نواجه هذه التحديات عشان نبني بلد. ابرز هذه التحديات كما تعلمي طبعا تحديات الأول تحديات كورونا، ثم تحدي الاقتصادي، ثم تحديات السكان، ثم تحديات متعددة الإرهاب طبعا، وفي هناك تحديات أخرى مختلفة، ولكن عايزين أقول لنا في قيادات السياسية قدوة حسنة، لأنه بيعمل الحكومة ليلا ونهارا لبناء مصر الحديثة، ويجب أن احنا نتآسى بهذا ونحشد جهودنا عشان نبني بلدنا بناء متميزا يخليها زي ما نأمل لها ان هي قد الدنيا وام الدنيا وقد الدنيا، مش كده ولا ايه؟ عايز بيقول كده يعني، وتحيا مصر. أموري طبعا. حضرتك كان في لجنة الدفاع طبعا، كتب لك أنا كنت في المجلس اللي فات في رئيس لجنة الدفاع. رئيس لجنة الدفاع. إن شاء الله. إن شاء الله أنا هخش لجنة الدفاع طبعا. ترشح على رئيس. وبالله توفيق. إن شاء الله تترشح للرئاسة. والله يا فندم أنا عايز أقول لك حاجة. بالتأكيد أنا يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنا أي حاجة مجهود لبلدنا ما يمكنش حد فينا يستطيع إن هو يقدم شيء يحجم عنه لبلده. فأنا بتصور إن إحنا كلنا مجندين لبلدنا. شايف حضرتك بيتقال إن الحزب أنا محمود الوطن. حضرتك محمود وطن، طب ده حزب معين في مجلس؟ لا لا بصي يعني أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا مش عايزين نبالغ في جلد الذات. إحنا عاديين بني آدمين بنحاول نبني بلدنا في جميع اتجاهاتها، وفي احزاب متعدده وكل حزب بيجتهد ان هو يبني نفسه، والحزب من حقه ان هو يعمل جميع الاجراءات القانونيه الدستوريه اللي هي تتمشى مع قوته وبناء اهدافه وتحديد اهدافه وكده يعني. ما فيش يعني. طب ايه اهم القضايا اللي انت شايف حضرتك يعني من اولويات المجلس القادم؟ زي ما انا قلت لك اولويات المجلس القادم اللي هي القضايا الملحه او التحديات الملحه اللي بتواجه مصر، اللي هي مثلا يعني اللي هي موضوعات الارهاب، موضوعات كورونا، موضوعات الاقتصاد، موضوعات المشكله السكانيه. أنا بتصور إن موضوعات كمان البطالة، البطالة مع إنها نجحت مصر في إن هي تتخفض إلى 7.3 يمكن، إن يعني ما تتخيل لا تتخيلي إن الاقتصاد، موضوعات المشكلة السكانية،
انا بتصور ان موضوعات كمان البطاله مع انها نجاح مصر في ان هي تتخفض الى 7.3 يمكن، الا ان 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 يعني ما تتخيل لا تتخيلي ان 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 هي دي حاجه امل شبابنا، امل اولادنا وشبابنا كلهم ان هم يشوفوا بلدهم وهي بتتقدم وهم بيلاقوا فرص مناسبه لها. قانون المرور كان خلص عند حضرتك في دور الانعقاد؟ كان خلص. هل هو بقى جاهز للدور الجاي كده؟ والله يا فندم حسب هو خلص وبعتناه لرئاسه المجلس، فهو حسب ما خطتهم حسب الخطه يعني. فساعات بيبقى في قوانين الدوله بتبقى محتاجاها اكتر، لكن حضرتك شايف ان القانون ده فيه تعديلات وقانون مهم؟ هو القانون بيعتمد حوالي كبير جدا حوالي 96 ماده، بيعتمد على التكنولوجيا وبيعتمد على يعني لا يعتمد على الفرد وبيعتمد على يعني على الادوات الحديثه، كاميرات ورؤية حديثة وكده، في موضوعات خاصة بإدارة والسيطرة على شكرا.